السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم وأهلا بكم في برنامج أدويليبي في رمضان. متابعي شاشة السلام، متواصلين معاكم طيلة الشهر الكريم مع الضحك والجوائز والربح من الحوش. طبعا جوائز هلبة وكبيرة بانتظاركم، وباش تربحوا معنا يمكنكم المشاركة في مسابقاتنا عبر صفحة القناة، ما ننسوهاش طبعا سلام تي في. مبالغ مالية كبيرة، سيارات وأدوات كهرومنزلية واشتراكات انترنت تستنى فيكم، فكونوا في الموعد. خليكم معنا في كل ليلة من ليالي شهر الخير عبر التلفزيون وصفحة القناة، لأن الضحكة مضمونة والربح مضمون. وتو مشاهدينا الكرام، زي كل ليلة وزي كل حلقة، رحبوا بنجومنا النجم الكوميدي المميز خالد كافو، قائد فريق الغواصة الزرقاء. مساك سعيد أستاذ خالد. نهارك طيب يا سيدي، واهلا وسهلا بك، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله الأخوة المشاهدين كلهم يربحوا معنا، وبالذات جماعة الغواصة الزرقاء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. نرحب ايضا مشاهدينا بالفنان المميز فؤاد القريتلي، رئيس حزب البكلاوة. فؤاد مساك سعيد. صح فطوركم، صح شربتكم، منور هوني، منورين ضيوفنا ومنورين الجمهور. ان شاء الله اليوم حلقه تعجبكم زي الحلقات ان شاء الله يا رب العالمين. وزي كل ليله نجم السوشيال ميديا حاضر، عزو شيكا، زعيم فريق قلب التمساح. عزو مساك سعيد. مساء الورد اخويا محمد، ومساء الورد لاستاذ خالد وفؤاد وكل المشاهدين الكرام، وان شاء الله تكون حلقه مميزه زي حلقتين اللي فاتت ان شاء الله يا رب العالمين. احكوا لنا اليوم هيك على اجواء الفطور، ثقلتوا ما ثقلتوش؟ نبدا بيك عزو. والله هو مش عارف، انا يعني في واحد صاحبي اسمه اسامه، هو صديقي وعزيز علي وساكن هنا، عارف كيف، فنمشي نقندل عليه. اللي مش فاهم نقندل عليه يعني زي ما تقول شنو، يعني بالباراشوت ننزل عليك. يعني جيت الساعه 8 وما معيش شيء، معي اشكاره فيها مشروب وكليت وروحت. هذه صحتين صحتين اكثر من هيك ما فؤاد، شنو وضعك يا فؤاد اليوم؟ شنو اسمع، انا عندنا صاحبنا قاعد عندنا علي زعلوك، اخوي الصغير، مدارين جو اليوم، مفطرين هما، فالامور فوق الريح. صار اليوم ماشيه بالواحد، انتو فيش حد عابي على روحه. لا اليوم اليوم جماعه قايمينها. استاذ خالد، اكيد استاذ خالد اجواء عائليه طبعا، اجواء بروحه بروحه. بصراحه انا اليوم ملتزم بالحضر بصراحه. لا فيه ضيوف لا في شيء، هيك يقولوا طبعا التزم بالحضر بروحك. انا مش زي عزو وزي فؤاد، انا مش عارف ليش بالحضر يا جماعه. لا لا لحظه مش موضح لك، بس انا اعطوني سونيتي، اعطوني سونيتي في العشره، ما طلعتش مشيت لحد، قصدي جابوا لي سونيتي للحوش. ايوه هذاك هو، مو معابي على غيرك يا فؤاد. انا استاذ خالد، لا هذا على غيري اليوم. استاذ خالد ما نسمعش فيه كويس، يا ريت. حتى السونيه لازم تكون معقمه يا عزو. كله موجود يا حلويات. اعطوني بالله عليكم صوت الاستاذ خالد في الاربيس. عموما قبل ما نبدو المسابقات واجواء الضحك واجواء اللعب، مشاهدينا نمشوا لفقره اخبار رمضان. نمشوا لأول خبر مشاهدينا قبل ما نقولوا شن عندنا اليوم من أخبار رمضان. نبي كل واحد منكم فؤاد وعز وخالد، شن أكثر افتقدتوه في رمضان مع جو الحظر الصحي وحظر التجول، الحجر الصحي وحظر التجول؟ نبدأ بيك فؤاد. والله اسمع، أنا كل شن اسمع كل رمضان خاصة الأخيرات هما ديما ما حضرش شيء مع العيلة. فرمضان هذا بالذات قلت مليح، العيلة معي معناها الأمور طيبة وبنحضر، فجاي موضوع الحضر هو كل واحد قاعد في حوشه، ماش لقينا، فممكن القميصة مع العيلة والهدرزة وجوادك. لكن هو اسمع في الأخير بيني بينك الحق، أنا ما نقدرش نكذب ونقول لك إن أنا يعني رمضاني بشدة، يعني جو هو موضوع متاع الأكلات الهلبة وهذا كله ما والمسلسل هو عادل. هو أنا بصراحة قصة الأسرة هذا شيء ثاني. أنا نقصد يعني من ناحية الحاجات اللي هي اللي كل يوم تدير فيها الروتينية اللي في حياتك العادية، يعني زي أكل، ما فيش حاجة تغيرت، تعرف ما فيش ولا حاجة تغيرت. تخيل ممكن أنا ماشي بنظام رمضان السنة كلها، موضوع الماكلة مبرر. عزو
والله انا بالنسبه لي اكثر حاجه طبعا في روتين معين في رمضان طبعا مع الاهل ومع الاصحاب، يعني خاصه يعني نمشوا نلعبوا في كوره، كنا في صابري نلعبوا في طائره، فنمشوا كنا نمشوا في الجو، عارف كيف نلعبوا في كوره وكذا. انا برضو نلعب انا في كوره عارف كيف، لكن مش زي يعني مش زي الاجواء العائليه، مش زي زي ما تقول لما يأذن المغرب كان زمان يصلي بينا اخويا احمد فكنا نضحكوا يعني فتخرب الصلاه، فهمت كيف؟ ما كويس ما السنه دي صلاتكم ماشيه. عموما احنا اليوم عندنا الخبر يجينا من هون، وزي ما نشوفوا كوبايات المكياطه موجوده ولا يمكن لا يمكن الاستغناء عنها طبعا رغم الحظر ورغم الحجر الصحي. زي ما تشوفوا هذه المكياطة كيف يبعث فيها صاحب مقهى الكوخ للزباين زي ما نشوفوا فيها الآن في الصورة. شنو يا أستاذ خالد، فقدها المكياطة ولا تجيك لعندك حتى أنت؟ والله يعني مش يعني حشايشي هلبة على المكياطة، ولكن حس أن المكياطة لما تأخذها من الماكينة طولك من الشخص اللي يشتغل فيها لا رونق، ولما يكونوا معك اصحابك وجماعتك وكذا واحد لا رونق. تو يا خالد او لمس نسمع فيك يعني او لمس نسمع فيك لما نديره يعني كان ما تاخذهاش وقتك. او لمس نسمع فيك لما نديره في الصوت شنو يا اولاد ما فيش مكياطه يا شباب ما فيش مكياطه اكثر من مره ولا شنو يا عزو ولا كيف الكلام بيتغير ولا شنو؟ مش عارف انا مش عارف حاسس في تغيير في مثل الكلام. لا هي لما يعني قصدي في لا في 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 جماعه في جماعة وأصحاب نعرفهم أنا يعني ديما تلقاها في السيارة من الصبح لليل وديما كل نص ساعة ياخذوا مكياطة، لا أنا يعني ناخذها ممكن مرة ولا مرتين، ولا كانش مثلا عزومة ولا صديق تلاقيت أنا وياه، ما عنديش على الحشيشة يعني هذيك الجماعة اللي تلقاهم على المكياطة ويتصدعوا، بالعكس أنا اللي زي حالاتي مربرب أحسن من المكياطة أنا. لا لا بجديات انا اكثر شيء فقدت المكياطه بصراحه المربرب بتاع الروابش. احنا عندنا راعي في البرنامج اللي هو متجر دكان اللي هو يوصل لك الخضروات يوصل لك الحاجات، بصراحه ضروري يضيفوا المكياطه باش توصلوها للناس في الاحياش لان القهاوي مسكره. عموما خلونا نمشوا لثاني خبر. بلديه طرابلس المركز تقوم بتعقيم الات السحب الذاتي في المصارف الواقعه داخل الحدود الاداريه ليها. حركة إيجابية أن البلدية تكون حريصة على تقديم أو عفوا تعقيم الأماكن العمومية لحماية الناس من الفيروس، لكن الصراحة مش عارف هل في سيولة أو لا في هل الآلات. في كل الأحوال لازم نشكر كل العاملين في المجال هذا وحتى عمال النظافة اللي عملهم صعب في مثل هذه الظروف. خلنا نبدأ بيك عزو، المسألة تعقيم الشوارع أنا مرة شفت لك فيديو وانت تلقح يعني على تعقيم الحوش، انت كيف تشوف في هالظاهرة اللي يعني جت بعد كورونا، اعمال تطوعية كبيرة، ناس تعقم في الشوارع، ناس تعقم في المحلات في الأرصفة، كيف تشوف في هالموضوع؟ والله بصراحة وانا كنت حتى جزء يعني من يعني في شباب واجد والله يتنادوا في فترة الأزمة، في اتصالات واجد ناس تدعي فيها ان احنا مثلا نديروا فيديو ونحكوا كي، وفي شباب واجدين يعني وقفوا، خاصة أنا سعيد جدا بوجود مؤسسات يعني المجتمع المدني اللي هن أقواها نعتبر فيه. أنا حركة الكشاف واللي هي الأحمر، وأنا طبعا كنت عضو فيه من 93 في الكشاف وفي 94 في الهلال الأحمر، فبصراحة شباب يعني متطوعين ويفكروا خارج الصندوق ويحاولوا أنهم يديروا حاجات بمستوى عالي جدا، فبصراحة يعني واحد كان فرحان أنه ما زال في شباب عندها ما زالت يعني الحركة وعندها تفكير حتى أن تجتمع وتحكي بس الموضوع، فهذا يعتبر شيء جيد. طيب خلينا نشوف فؤاد على الموضوع. الكشافه المفروض يشدوا الحكومه شويه، اما الحق انا معترف متعامل معهم اكثر من سنه والشباب ماشيين بنظام مليح وكويس، فكره كويس انك تعقم الالات نتاع السحب، لكن عبوهم فلوس بالمره يعني مش الناس على الاقل تلقى باش تصرف. استاذ خالد كيف تشوف هالموضوع في الصور اللي نشرناها قبل شوي؟ والله وهذا طبعا بارك الله فيك اللي اثرت الموضوع هذا بالحقيقه، يعني بالذات احنا تو هنا في بلديه طرابلس نتمنى من الاخوه المسؤولين على البلديه وكذا ان بدل من وقت النهار ووقت
الناس تتجول وكذا مسموح لهم ممكن للساعة 12 ولا الساعة كذا يعني في الليل الدنيا فاضية مفروض يعني فرصة ان هم ينظفوا يعني شوارع البلاد ان الواحد لما يدور في الليل ولا يطلع لمشوار ولا يطلع كذا يستغرب ان القمامة يعني مركونة في الشوارع و يعني بالعكس ما فيش زحمة سيارات والوقت أنسب لهم في يعني هذا وقت التعقيم ووقت التنظيف يعني مش غير ننظف ماكينة ولا ننظف كذا يعني المواطن ممكن يلبس جلافز ولا يلبس جوانتي ولا كذا لما بيستعمل ماكينة لكن هذا شارع يعني كل الناس سمحهم الله يرموا في القمامة متحهم في نص الشوارع وبالذات فصل العاصمة يعني منظر بصراحة أنا واحد من الناس ما يعجبنيش نتمنى أن المسؤولين يدقوا في الأمور هذه حقيقة يعني. عموما زي ما حكي عزو ووجه تحية طبعا لفوج الكشافة وحركة الكشفية بشكل عام في ليبيا والهلال الأحمر لكن أيضا ما ننسوش فيه العديد والعديد من الشباب المتطوعين طبعاً. أنا بصراحة نتكلم عن الموضوع واحد منهم هو الآن معي موجود عزو تاني طبعا عزو خريف معتز خريف بصراحة هو من الناس ما نبيش نخصص أنا ولكن شباب هلبة بصراحة نوجه لهم تحية في هالشهر المبارك لأن هم قاموا بأعمال كبيرة أعمال هائلة بصراحة خدمة للمواطن في الشوارع وأيضا مساعدة العائلات النازحة والعائلات اللي هي محتاجة. قبل ما نمشوا مشاهدينا للمسابقات نذكركم أن يمكنكم الحصول على جوائز قيمة عبر الإجابة على السؤال الخاص بمسلسل الزعيمان تحت لايف المسلسل وبالنسبة للإجابة على سؤال سلسلة اللمة يكون إما تحت لايف السلسلة على صفحة الفيسبوك أو بالاتصال مباشرة على الأرقام اللي هي 021 320 341 31 021 340 031 340 38 99. هذه هي الأرقام اللي يمكنكم المشاركة عن طريق طبعا العديد من الرسائل تجينا من المشاهدين أن يتصلوا صاير في ضغط على الاتصالات تعطي فيهم حتى أسطوانات أنه هو غير صحيح لا لأن صاير ضغط بالتليفونات ويا ريت بعد طابور على التليفونات جماعه يا ريت بعد تنتهي الحلقه في ناس ترقد في القناه فتليفونات اليوم الشباب يحكوا لي للسبعه الصبح يبوا يشاركوا فعموما نستنوا اتصالاتكم في وقت الحلقه اليوم احنا مددنا حتى في وقت الحلقه لمده ساعتين بعون الله حنكون متواجدين معاكم الله استعدوا كويس مشاهدينا الكرام ضيوفنا موجودين حيساعدوكم ونمشوا لفقرة بنك المعلومات في هالمسابقة مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم وكل متسابق يحاول يجاوب على 3 أسئلة صحيحة باش يتحصل على 500 دينار ليبي المسابقة حتكون لكل سؤال 3 اقتراحات طبعا يمكن تختاروا من حيساعدكم من ضيوفنا الأستاذ خالد أو فؤاد أو عزو ناخذ أول اتصال سلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا بك من معاي أم يزن معي الاسم لو سمحتي يزن اسمي تهاني أم يزن تهاني يس أم يزن بن قوسين تهاني خلنا نبدأ في أول سؤال طبعا عارفة طريقة المسابقة يا أم يزن عندك 3 اختيارات لكل سؤال وفي حال
ان ما عرفتيش الاجابه وسعي بالك وحيده وحيده. عندك نجومنا اللي معانا عز وفؤاد وخالد كافو بتقدر تستعيني بهم. السؤال الاول يقول: من هو الكاتب الليبي الذي اختارته مجله لير الفرنسيه ضمن ابرز 50 روائيا عالميا معاصرا، وترجمت كتبه الى 40 او ترجمت كتبه الى 40 لغه، وتدرس في مناهج جامعات عديدة كالسوربون وجامعة طوكيو وجامعة جورج تاون؟ ركزي معي في الخيارات: 1 منصور بشناف، 2 إبراهيم الكوني، 3 علي فهمي خشيم. واحدة واحدة عليك، فكري فكري واستعيني من نعاود لك السؤال. الكاتب نستعيني بحد، نستعيني بحد حتى كان عاودت مثل طيب اختاري من اللي تبيه يساعدك اليوم. من هم اللي معاي؟ اي باي انت معانا في معانا في البرنامج يا تهاني ولا لا؟ معاك خالد كافو، معاك خالد كافو، معاك عز، ومعاك فؤاد القريتلي. لا فؤاد قريتك، فؤاد قريتك، يلا فؤاد بدال نقولها كله ما ادري. ام يزن خير الامور يا وسطها، حاجه لها نفس القافيه نتاع الهوني بالضبط. هل هم ثلاثه بس نعاود لك الاختيارات: منصور بوشناف، ابراهيم الكوني، ولا علي فهمي خشيم؟ ابراهيم الكوني. اول خطوه باتجاه ال 500 دينار خطيناها. خلينا نمشي لثاني سؤال: من هو بطل مسرحيه خليل البخيل؟ سهله هذه عاد. من هو بطل مسرحيه خليل البخيل؟ هل هو الفنان عبد الرزاق ابو رونيه، ام الفنان ميلود العمروني، ام الفنان الراحل صالح الابيض؟ يلا يا تهاني. خليل البخيل. خليل البخيل. الفنان طارق الشيخي ورحمه الله عليه، نعيم ابو زيد. شو السؤال؟ لا انت يا ام يزن. لا قيمه اليوم. قولي قولي. السؤال يقول: من هو بطل مسرحيه خليل البخيل؟ هل هو اعطاه الجائزه وخلاص يا اخوي احمد. هل هو الفنان عبد باي لحظه وسعي بالك، هل هو لا اله الا الله محمد رسول الله، الفنان عبد الرزاق ابو رونيه، الفنان ميلود العمروني، ام الفنان صالح الابيض؟ صالح الابيض. صالح الابيض اجابه صحيحه. يا تهاني ما زال لك سؤال واحد على ال 500 دينار، وما تنساش تقدر يساعدك واحد من الضيوف معنا. نمشوا للسؤال الثالث: متى والله ماك جايبتها هذه، متى اقيم سقف فيها يا رجل نفس المراه. متى اقيمت اول نسخه من كاس العالم؟ متى اقيمت اول نسخه من كاس العالم؟ هل هي 1938، ام 1934، ام 1930؟ ها عام 38 ولا 34 ولا 30؟ شوفي واحد يساعدك يا تاني، شوفي واحد يساعدك طول. واحد قريتي برضو حتى وفد ما فيش مشكله. يا اسمع، هو انا هو انا هو انا بنساعد بنساعد 30 والله. والله والله برافو 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 برافو، ألف مبروك أم يزن ال 500 دينار. خلي رقمك عند الكنترول باش يتواصلوا معاك ويعطوك ال باش يتواصلوا معاك. نور أم يزن والله مقيوم عليهم الأسئلة للمنو حاضر البرنامج. والله يعني 100 يعني مبارك. خلت الأسئلة وين كانت اللي أول بطولة يا فؤاد؟ وين كانت أول بطولة؟ أيوة في أيوة. في شو اسمه في شكبلة. والله نهناها على حادي بادي الحق والله. دوري شكبلة. وين كانت أول بطولة يا فؤاد؟
معزومين في اشغالتي كنت ما كنتش حاضرها. شوف هي المعلومه ما هيش عندي لكن انت مش امس قلتوا وين الكاس العالم وين دار السؤال خيركم تعهدوا في عجب عادي قصدي لا ما شفنا ما قلناش سؤال يا فؤاد مش امس قلتوا شنو اسمها مش امس قلتوا وين اول بلاد ندار فيها كاس العالم مش ندار كاس العالم انت ما كنتش معنا امس ولا وين كنت امس كاس انا ما نعرفش ان امس الفطور كان ناقص شويه عزو يا فيل وتاني حاجه انا تلعب في طايره عشان دخلك في القدم انت هو يا في البرازيل يا في شنو اسمها هي حتى انت هوني ما تمدش على وينه لحظه يا في البرازيل يا في الثانيه هذه شنو يقولها هي ارجنتين شنو اسمها نغيره من كاس العالم كره القدم يا سيدي خلوه لي كره الطايره هنغاريا شنو يقولوا لها هنغاريا مش المجر اورغواي كان في الاورغواي وين يا عزو 1930 في الاورغواي المجر هنغاريا قلت لك في الاورغواي خلاتها الاورغواي في الاورغواي بعدين في 34 في البرازيل وخلاتها الاورغواي برضه لا يا راس مرتين بس خلاتها الاورغواي بعدين ما عاد شافت شيء عموما الف مبروك لام يزن مش عارف اذا كان في اتصال ثاني موجود معانا ناخذ اتصال ثاني السلام عليكم ما شاء الله اتصالات واجد اليوم الو ايوه مساك سعيد مرحبا اهلا وسهلا بك من معاي معك وجدان سايح وجدان وجدان وسام ولا ما سمعتش وجدان اعطوني بس نسمع وجدان ايوه وجدان السايح وجدان عارفه المسابقه طبعا ان شاء الله يلا خلينا نمشي لاول سؤال سؤال صحي هيك بمناسبه الحجر الصحي اين يتم واخيرا جد معي الخط بح الحمد لله طيب فيك وفينا اول سؤال يقول اين يتم انتاج كريات الدم الحمراء في جسم الانسان اين يتم انتاج كريات الدم الحمراء في جسم الانسان في القلب اين يتم انتاج كريات الدم الحمراء في جسم الانسان وين يتم انتاجها مش وين موجوده وين يتم انتاجها مش في الصين هل هي في القلب ام في العظام ام في الرئه في القلب وسعي بالك وحيده وحيده يا وجدان فيش حد يجري في جرتك عندك الضيوف يساعدوك معاك عندك وين نقدر نستعين بحد يلا يبقى. استعيني يلا اختاري حد خالد فاتح ان شاء الله يلا يا خالد خيرك هل هي في القلب ولا في العظام ولا في الرئة في القلب ولا في العظام ولا في الرئة ما كنتش تسمي مليح انت يا مدرسة المدرسة هل تشوفي بالتلفزيون يا وجدان ولا ما تشوفيش انا روحي متلخبط هي لحظة انت تشوفي في التلفزيون ولا ما تشوفيش قالتها خلاص قالتها صح في العظام إجابة صحيح نمشي لي تاني سؤال من هي الفنانة العربية واللي جسدت دور الخنساء على الشاشة من هي الفنانة العربية اللي جسدت دور الخنساء على الشاشة هل هي سناء جميل أم منى واصف أم سميحة أيوب منى واصف ايوه صفك لا تغير رايك صفك طول صفك اجري غمه ماشي صح جاوبت في صيغه السؤال هي قاعد تشاور في عقلي عرفت بالضبط ماشي اللي بعد يلا يا وجدان نمشوا لسؤال ثالث وهو اللي حيفصل يا حتاخذي ال 500 دينار يا حتاخذي ال 500 دينار نقول السؤال طبعا رياضي هو من هو الفريق الذي توج بلقب الدوري الليبي عام 2004 من هو الفريق الذي توج بلقب الدوري الليبي عام 2004 الأولمبي الاتحاد المدينة أنا رياضة ما عنديش فاها لكن شنو كنت شنو يعني زي ما يساعدنا أستاذ خالد يلا طبعا راه استاذ خالد يساعد بالاشارات فانت ضروري التلفزيون يكون والع قدامك هاي هاي انا قدام التلفزيون خلاص هاي ركزي في التلفزيون هاي ان شاء الله خلاص مالها هاي ركزي هاي
هاي الأولمبي المدينة الاتحاد المدينة الأولمبي الأخير الاتحاد المدينة الاتحاد لا المدينة لا وسي بالك الأولمبي الأولمبي ولا الأولمبي الاتحاد الحمد لله مبروك بالزمن ألف مبروك ال 500 دينار يا وجدان. حطي رقم تليفونك باش يتواصلوا معاك الشباب في القناة وتستلمي جائزتك. طبعا اليومين اللي فاتوا مشاهدينا اللي فازوا معانا هلبا يتواصلوا مع الزملاء وتواصلوا عبر صفحة القناة يستفسروا على جوائزهم, فنلقطوا لكم فيهم احنا مع بعضهم باش نكلموكم في يوم واحد. فيعني خلال اليومين هذو بعون الله تعالى حيتواصلوا مع جميع الفائزين معانا بعون الله وحيستلموا جوائزهم بالكامل. نمشوا فاصل. نظام ماليكم في فلوس العيد هو. كيف يا فؤاد؟ زوم مالينا في فلوس العيد تو ندسوا لكم فلوسكم لعند ما تبوا تشربوا. ايوه لعند تتم السنه ونشري لك بشكليت وكذا ثاني ما يصير شيء. نمشوا فاصل. تلقى فجاه في مايكرويف جديد في الحوش ولا كوشه ولا بوبه غاز. نمشوا فاصل مشاهدينا وراجعين يلا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام, ونرحب كل من انضم لنا توا سواء على لايف القناه او على التلفزيون في ادويليبي في رمضان في ثالث حلقه. امس مشاهدينا كان معنا واحد من المتصلين للاسف الشديد كان من مدينه طبرق وانفصل الخط ولكن رقمه كان موجود. اليوم اصرينا انه هو يكون موجود معنا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ألو أيوة السلام عليكم. سلام أهلا وسهلا بك. مؤمن معنا صح؟ إن شاء الله. مؤمن عطيني باقي الاسم لو سمحت. مؤمن الفلاح. مؤمن الفلاح. مؤمن أهلا وسهلا بك. أمس سامحنا مش عارف كيف فصل الخط ولا أنت فصل عليك التليفون ولا شو اللي صار ما نعرفوش. عموما خلينا نبدو معاك في المسابقة. أنت عارف القواعد يا مؤمن صح؟ هو سؤال ثلاثة أسئلة بالضبط ومرات أنت تعرف السؤال بروحك. من هو لا هذا ولا ما كعب. من هو أول عالم كيميائي ليبي؟ من هو أول عالم كيميائي ليبي؟ هل هو الدكتور جمعة مسعود شريحة ولا الدكتور مهدي الجيباني ولا الدكتور عاشور جبريل؟ خلو مش حاطين اسمك يا عزو. أيوة مش كيميائي انا فيزيائي. يلا مؤمن هل هو الدكتور جمعه مسعود شريحه ولا الدكتور مهدي الجيباني ولا الدكتور عاشور جبريل؟ ناخذ مساعده خالد كاف. يلا استعين بالاستاذ خالد كاف ولكن الاستاذ خالد كاف وراه يساعد بالاشارات فضروري التلفزيون يكون قدامك. تمام. يلا استاذ خالد يلا. اوكي يلا تشوف فيها كويس ما هيو. الدكتور جمعة مسعود شريحة, المهدي الجيباني, عاشور جبريل. ايوه يا مؤمن. نعم معك. سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ شريحة. شريحة مضبوط. الإجابة صحيحة يا مؤمن هو الدكتور جمعة مسعود شريحة. إيه ريت الدكتور مسعود جمعة مسعود شريحة هو أول عالم كيميائي ليبي. خلنا نمشي لتاني سؤال. من هي أول فنانة ليبية صعدت على خشبة المسرح؟ من هي أول فنانة ليبية صعدت على خشبة المسرح؟ هل هي الفنانة حميدة الخوجة, الفنانة خدوجة صبري, الفنانة زهرة مصباح؟
نعم يا مؤمن. مؤمن سهلات كلهم. لازم ناخذ حد من جماعه اخرى ولا ثانيه؟ يلا زي ما تبدا. عادي ايه ماشي مر. ما الاسماء الثانيه من ومن؟ عزف يا مؤمن ونعيطوا امس ونقولوا وين مؤمن وكنا احنا نعرفوك انت ما تعرفنا. عندك فؤاد وعندك عزو يلا. عزو يلا يا عزو. قال قلتها مغنيه يا مؤمن اكثر واحد حارب على خاطرك امس. والله العظيم ريت الجو يا فؤاد امس تعارك انا ونقول لهم جيبوا مؤمن يا رجل. عادي عادي تصير. هي هي ربحنا مؤمن بالله. هذه عقابه يا مؤمن. السلام عليكم. يا مؤمن. من هي اول فنانه ليبيه صعدت على خشبه المسرح؟ تمام. حميده الخوجه ولا حميده الخوجه؟ حميده الخوجه. تمام. ولا حميده الخوجه. خلاص ولا حميده الخوجه. مو من صاحبي لا ما حد يحكي بيناتنا. فشن اجابتك يا مؤمن؟ لا جاوب خلاص. جاوب جاوب صح. غريبه بالعلم السؤال صعب شوي. والله جاوب صدق. بالعلم الخيارات مختلفه اللي اعطيك الله. مبروك السؤال الثاني يا مؤمن. خلينا نمشوا للسؤال الثالث. من هو اللاعب الليبي الذي سجل 9 أهداف في شباك سلطنة عمان؟ من هو اللاعب الليبي الذي سجل 9 أهداف في شباك سلطنة عمان في بطولة العرب عام 66؟ هل هو أحمد البسكي أم أحمد بن سويد أم فوزي العيساوي؟ علي البسكي هو الأول. علي البسكي. أنت جيت الأربعة سعد ذكور عادي تبع شيء بكرة. ما عرف ما عاش عرف فاش تبع يعني لا تبعت فن لا تبعت كيمياء ما تبعش في الكوره. الولد في حاله اسال اللي تبع في الكوره قصدي. اي هل هو علي البسكي ولا احمد بن سويد ولا فوزي العيساوي؟ سعد عزو. سعد طول من غير حتى يطلب سعد. اي عزو. اي عزو ارد هكي بتاع اي عز وخلاص ساعدني وخلاص انت. يلا ساعدني. يا غالي المباراة دي 66 كملت 21-0. 21-0 21-0 كملت المباراة وسجل فيها استاد استاد من انا مش ايوه. واحد هاش اللي سجل الجول هذا كان يلعب في الاهلي تمام وسيد فوزي عيساوي يعني كان يلعب في النصر والبسكي ما كانش يلعب في الاهلي فانت اختار. انت خششت بعض يا عزو حتى ليه لو كان انا بنجاوب ما عادش حنعرف شو بنجاوب. واحده واحده عليك يا مؤمن ركز. قال لك لا والله بياخذها ال 500 دينار بالله يعطيك خير الامور يوسطهم يا عزو. الف مبروك يا مؤمن. الف مبروك يا مؤمن. مبروك يا مؤمن. هذاك هو عزو. عزو خشيتنا في درس تاريخ قلق الولد سكر والله. ما انا نبي شنو نبي نعيشه في سسبنس شويه عارف. تم سسبنس يا رجل. احنا ممكن قداش جول احنا تمت 21 شيء 21 اللي كان زمان طبعا ايام عمان اللي ما يعرفوش الكوره شنو شكلها تو طبعا عندهم منتخب لا قوه الا بالله منتخبهم قوي وكانوا هم كانوا يلعبوا اصلا يعني هم زو حضروا المباراه ولا ما حضروش؟ بس يعني حضروا المباراه هم بس يا عزو في 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 نتيجة مش متغدين كانوا في نتيجة أعلى من هالنتيجة أنا أول مرة نسمع بها بصراحة. في نتيجة في نتيجة صامتة كانت لكن اللي أكبر نتيجة كانت في تقريبا الدوري الزامبي ولا حاجة كملت 86 ولا حاجة كيف هذه لأن كانوا معترضين الفريق على الحكم فتم يسجل في أجوال فرواحهم ما إلى بعدك ما عاش فيه 86 لا اله الا الله ويسدوا ساعه ونص 86 مش عارف تو خلينا ناخذه اذا كان في اتصال ثاني خلونا تو نذكروا بالارقام احنا
احنا حناخده اليوم بعون الله خمسة اتصالات. عندنا الارقام مشاهدينا باش تقدروا تشاركوا معنا 021-340 زي ما تشوفوا في الشاشة، 43-81 021-340-39-06 021-340-38-99. هذه هي الأرقام اللي للمشاركة معنا. خلونا ناخذ اتصال ثاني ونقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك، من معنا؟ عادل الهادي. عادل الهادي، مرحبتين بك يا عادل. أهلا وسهلا بك. منين تكلم فينا يا عادل؟ أنا من غريان. من غريان، أهلا وسهلا بك وكل أهل غريان. عادل، عارف المسابقة، عندك ثلاثة أسئلة ضروري تجاوب عليهم باش تربح 500 دينار، وعندك الضيوف ممكن يساعدوك، نادر وعزو وخالد. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. من هو نادر؟ نبي نعرف من هو نادر. أنا بس قبل أعرف والله دي ديما نقول لك نادر يا فؤاد، مش عارف ليش هو فعلا نادر. أنت هو شكلك شكلك نادر والله، يمشي معك نادر. شكلي نادر. السؤال يقول تقدر تستعين بنادر طبعا. من هو الأديب الليبي من هو الأديب الليبي الذي لقب بجانجي؟ من هو الأديب الليبي الذي لقب بجانجي ومن بين مؤلفاته موسم الحكايات؟ هل هو خليفة الفاخري، الصادق النهوم، علي الجهني؟ واحدة واحدة عليك يا عادل. يلا يا عادل، نعود لك السؤال يا عادل ولا تصل؟ يلا يلا نعود لك السؤال. من هو الأديب الليبي الذي لقب بجانجي ومن بين مؤلفاته موسم الحكايات؟ هل هو خليفة الفاخري، الصادق النهوم، علي الجهني؟ الفاخري، إجابة رقم واحد الفاخري. والله إلا برافو برافو. فين اللي يسميه لا؟ فين اللي يسميه الناس؟ والله حتى اللي سم حتى اللي يسميه لا برافو، حتى اللي يسميه لا برافو. والله هذا هو شنو التكافل الاجتماعي. يلا يلا إيه من السؤال هذا. يلا نمشي للسؤال الثاني يا عادل. ما هو الاسم الحقيقي للمطربة الراحلة أسمهان؟ ما هو الاسم الحقيقي للمطربة الراحلة أسمهان؟ يعني زي تو احنا فؤاد القريتلي اسم الحقيقي فؤاد، ولكن احنا نقول له نادر. عرفت؟ هل هي نهاد الأطرش ولا سلمى الأطرش ولا أمال الأطرش؟ يا عادل شنو يا عادل؟ اي تقريبا امان شوية ما. برافو والله، برافو 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 برافو. هذه الضحكه الصفر هذه بتاع عز نبي نعرف شنو وراها. هذه وراها اللي ماسك التليفون المفروض يكون سريع في الكتيبه. الطباعه المفروض اسرع. يلا ما زال لك سؤال واحد يا عادل باش تربح ال 500 دينار. السؤال يقول ما هو لون أول قميص ارتداه المنتخب البرازيلي؟ ما هو لون أول قميص ارتداه المنتخب البرازيلي؟ أصفر في خطلرة. أصفر ولا أبيض ولا أزرق؟ في خطلة. السؤال في خطلة. ما هو لون أول قميص ارتداه المنتخب؟ لون أبيض. لون أبيض إن شاء الله. والله إلا برافو. ما شاء الله عليه. برافو برافو برافو. لكن لحظة لحظة، الختلة وين يا عزو؟ الختلة 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 هنا منتخب أصفر يلبس في أصفر، والطقم الثاني أزرق، وعمر الناس ما شافوه يلبس أبيض. فطبعا الواحد لما يتخيل يقول لك ممكن زمان يلبسوا أصفر ولا يلبسوا أزرق. أبيض ما شفناش نحن نلبس أبيض، لكن زمان قبل أيام بيليه يلعب في البراعم. طيب ألف مبروك يا عادل ال 500 دينار، وزي ما قلنا خلي رقمك عند الـ الزملاء في الكنترول باش يتواصلوا معك بخصوص الجائزة، وناخذوا اتصال آخر ونقولوا سلام عليكم. إدوي ليبي في رمضان يحييكم.
السلام عليكم. ايوه اهلا وسهلا، مساءك سعيد. مساء الخير. مساء النور، من معاي؟ معك انتصار حسين من مصراتة. انتصار حسين من مصراتة. حسين من مصراتة، اهلا وسهلا بك يا انتصار وكل اهل مصراتة، ورمضانكم مبارك. انتصار، عارفة المسابقة، عندك ثلاثة أسئلة ضروري أنك أنت تجاوبي عليهم ثلاثة باش تربحي معنا 500 دينار. السؤال الأول يقول: أين تقع بحيرة قبرعون؟ أين تقع بحيرة قبرعون؟ هل هي في البيضاء أم في الصحراء الكبرى جنوب ليبيا أم في غدامس؟ واحدة واحدة، ما تستعجليش، واحدة واحدة، عارفك يعني، والله عارفك، واحدة والله عارف، حتى انا حاسس بيها ان هي مستعجلة. اي الفطور طيبناه والسحور اكيد واتي، وحيدة وحيدة، اين تقع بحيرة قبرعون؟ البيضاء ام الصحراء الكبرى جنوب ليبيا ام غدامس؟ مساعدة من استاذ خالد كفو. يلا يلا استاذ خالد، يلا طالبة مساعدتك. البيضاء، الصحراء الكبرى والجنوب الليبي. ايوه غدامس. غدامس لدرجه اني ما سمعتهاش تضحك. الصحراء الكبرى. برافو يا انتصار، الف مبروك. السؤال الاول اجابته صحيحه، نمشوا لي السؤال سمعت الثاني. يا محمد التأثيرات الصوتية والبصرية لدار سيد خالد؟ لا سمعت بكيف، عاد قلت لك إخدام زكي مزروطة زرط، عرفت. نمشي للسؤال الثاني. الصحراء الكبرى للجنوب الليبي. أيوة الحان وتوزيع خالد كافو. من هو الرسام الليبي الذي داعب بريشته رسومات كاريكاتيرية ساخرة من الواقع الليبي خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، وكانت تعرض أعماله على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم؟ سهل هذا عاد، هذا سهل، سهل جدا عاد، سهل جدا جدا جدا. رسام كاريكاتير حمد بلاوي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة يا انتصار. عندك تو سؤال واحد، يا تربحي يا تربحي يا تربحي. أيوة. من هو اللاعب الذي سجل الهدف الأول لمنتخب ليبيا أمام مصر في تصفيات كأس أفريقيا والعالم عام 2004؟ هل هو نادر كارا، طارق التايب، أحمد سعد؟ أحمد سعد. وسعي بالك، وسعي بالك يا انتصار، وسعي بالك، وحيدة وحيدة في عندك. هذا معناه مش هو، انت فهمتي كيف انتصار؟ هذا معناه إجابة معنا. في عندك ناس ونجوم قاعدين على خاطركم وبتعبينهم معنا قدام الكاميرات وكذا. فؤاد معناها. يلا يلا فؤاد، يلا يا يا انتصار. نعم. انت هذا الجواب الاول تنحى. مجال اثنين نادر وطارق. شو رايك انت؟ شنو تقول؟ شنو احساسك يقول لك؟ خليك من الاحساس، الاحساس حيودرها انا عارف. خلي يقول الاحساس يا رجل، خلي اعطينا الخيارات حرام، اعطينا الاحساس يا انتصار. مشت لبني هذا، مشت لبني مسكينه طيرانها الدنيا كلها. نادر ولا طارق؟ انت احساس شنو يقول لك؟ انا واثق في احساسك يا انتصار. نادر، نادر كارا. برافو برافو يا انتصار، برافو يا انتصار. ايش قلت لك انتصار احساسك؟ ديما احساس عادي عادي الدقة. محمد اللي هو اسمه العلاج، العلاج بالاحساس. الدفاع انتهى بالاحساس. الف الف مبروك يا انتصار، ومعاش تتبع احساسك. الف مبروك ال 500 دينار. هيك معانا اليوم خمس رابحين، كل واحد ربح جائزه 500 دينار. الف مبروك ليهم، ام يزن تهاني، وجدان السايح، ومؤمن الفلاح، وعادل الهادي من غريان، وانتصار حسين من مصراته. مخرجنا مبارك، مبارك مبارك اكيد. مخرجنا مش عارف نمشوا فاصل ولا نمشوا تو احنا مشاهدينا الكرام لفقره العب واضحك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامج ادوي ليبي، ونذكركم مشاهدينا بالمشاركه عبر صفحاتنا على الفيسبوك للفوز بجوائز قيمه مقدمه من هومر من خلال الاجابه الصحيحه على السوشيال، على السؤال الخاص على السوشيال ميديا الخاص بمسلسل الزعيمان تحت لايف المسلسل، وجوائز قيمه من متجر دكان عبر الاجابه على سؤال سلسله اللمه تحت لايف السلسله على الصفحه الرسميه لقناة سلام. ولو حاب تفوز بسيارة كيا موديل 2019 دير شير أو منشن لخمسة من أصدقائك على البث المباشر للبرنامج، وتدخل معانا نهاية الأسبوع في السحب على السيارة، وإن شاء الله تكون الرابح معانا في المسابقة. واللي تابع فينا توا مشاهدينا الكرام وحاب يفوز معانا بشاشة 55 بوصة مقدمة من أورانج، ما عليك إلا أنك ترسل على صفحة القناة صورة أو سيلفي وانت تشاهد في البرنامج، وبكرة بإذن الله حنختار صورة الفائز. اليوم تم طبعا اختيار صورة حنعلن عليها في نهاية الحلقة، وبدينا في فقرة التحدي مع ألعب واضحك. طبعا فقرة أضحك والعب مشاهدينا حتكون خاصة بالفرق، ويمكن أنكم تربحوا معانا اشتراك لمدة 3 شهور من النت زائد مصاريف المعدات والتركيب. وزي ما واضح في الشاشة مشاهدينا حتطلع صورة الآن، اللي حيشجع فريق الغواصة الزرقاء اللي يقوده خالد كافو يحط لايك على اللايف ادوي ليبي، واللي بيشجع عزه يكون ويكون في فريق قلب التمساح يدير رياكشن القلب، واللي يحب يكون في فريق فؤاد القريتلي ضمن حزب البكلاوة يدير رياكشن الضحك. طبعا الغواصة الزرقاء مع خالد كافو، قلب التمساح مع عزو. اليوم عندنا لضيوفنا مشاهدينا الكرام مفاجأة صغيرة، خلونا نشوفوها مع بعضنا. أمس فريق الغواصة الزرقاء ربح معانا وأجلنا، والله لا هذا أمس صارت يا خالد هذه أمس صارت. عموما خلونا تو نمشي لفقرة ألعب. إيه سحبنا قبل نعطيك سحب من جديد بربحك مرة ثانية، يا ريت نمشي تو مشاهدينا زي ما كان لنا شهر صايمين. هذه هي طبعا الصورة اليوم جاتنا حتى هي من المشاهدين لبرنامج ادوي ليبي. شفتها يا فؤاد ولا شفت حزب البكلاوة وقلب التمساح والغواصة الزرقاء؟ مقيومة هذه طبعا صورة وصلتنا من متابعينا، نوجه لهم تحية. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم. ما شاء الله وربنا يحفظهم. خلونا نبدأ بلعبة الدندنة. زي ما قلنا مشاهدينا تمشوا لللايف، اللي بيشجع خالد كافو أو الغواصة الزرقاء يدير لايك، واللي حيشجع حزب البكلاوة يدير الضحكة أو الرياكشن الضحك، واللي حيشجع عزو أو فريق قلب التمساح يدير علامة القلب. يلا نبدأ بلعبة دندنة، نبدأ بفؤاد. فؤاد دندن لنا أغنية، ويجب أن عزو وخالد كافو يعرفوا الإجابة. عادي شنو اسمها، ضروري أغنية من احنا ولا أي حاجة في تركيبة؟ والله عاد أنت حاول جيب حاجة هيك تكون مش صعبة. باه تنفكر لكم في واحده، خش على اللي بعدي، خلينا نفكر لك في اغنيه. باه خليني نمشي لعزو. يلا عزو. ركزوا معي كويس، يعني الاغنيه دي جميله. حاولوا. يا عز الرفاقة ناوي. برافو 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 يا عز الرفاقة. برافو وياك يا عز الرفاقة انا وياك. وياك ها انت شايف دايما الاغنيه يا عزو. يلا يلا نمشوا لفريق الغواصة خالد كافو دندن لنا اغنية. يلا خلنا دقيقة لحظة بس. أي أنا قاعد نستنى فيكم وغاصل وذاني ونستنى. أي فؤاد لقيت حاجة ماشي الجو
را 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 لي عبد الغالي بالسلامة. برافو برافو عزو برافو عزو. أنا را ديما نفوز بسهولة. السلام عليك برافو. أنا نفوز ديما بسهولة مش عارف. لكن بعدين يصير مش عارف سوء حظ يعني عارف كيف ولا مش عارف. أنت ما ربحتش معنا. ده الحلقة يعني مش فاهم. أنت الحلقة الأولى للثانية الحلقة الأولى للثانية ربحت معنا. يلا خلينا تو نشوفوا فؤاد شنو محضر لنا من دندنة هاي برا يا عز. اسمع عز وادي خذ حاجه جديده مش ما يعرفهاش الصدخه. لا خذها خذها هي ليك تعطب هذه. ويا لو 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 ويا لو يا بلادي حبك موالي انا جنبي برمضان يا عز احنا وزعنا حالك. يا بلادي حبك موالي خدش الدفاع يا بلادي حبك موالي انا بميت بحرك يا عز. اللعبه لولا كان الغالبيه لقلب التمساح لفريق قلب التمساح تو نمشوا للعب جماد حيوان. يلا خلينا تو نختاروا حرف هيك تو باش ما نلخبطش الورق. بسم الله كان تشرب حل كل ضيف. يلا هنختار تو حروف. يا بلادي يا حلوه. هو يقول حلوه صح ما يقولش حلوه. يا بلادي يا حلوه مش حلوه. لا ما يقولش حلوه. لا تقريبا يقول يا بلادي يا حلوه. انا اسمع فيها حلوه. انا حسب الكاتب انت معناها اسمع اوقف كويس اوقف كويس. حرف الذال. حرف الذال. خليني نبدا بفؤاد. معناها بكلاوه. حرف الذال تبدا بفؤاد. علاش ما انت تعطيني حرف سهل ما فيش ما يقول. يلا فؤاد حرف الذال. اعطيني اسم ولد بحرف الذال نبدو 30 ثانية. ذكر. طيب اعطيني اسم بنت بحرف الذال. ذكرى ذكرى. اعطيني نبات بحرف الذال. ما نعرفش اللي بعده. ذرة 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 سوري ذرة ذرة. اعطيني اعطيني بلد بحرف الذال. ما فيش اللي بعده. اعطيني مدينة ليبية ليبية بحرف الذال. ما فيش اللي بعده. اعطيني فنان بحرف الذال. ذكرى. هذا أربعة. اعطيني خلاص ما تعطيني شيء. عندك أربعة أربعة نقاط جمعتهم. يلا لا لا ما عارف والله يعني في بلدان واد بحرف الذال يعني مش عارف زي شني ترى شنية بالذال. لا ما نقولش لك مرة تجيني سؤال بعدين في الحلقة 30. دبي 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 أبو ذبي ذريانم. والله تصدق ما مرتش علي بلاد بحرف الذال. في 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 المجاهة الأفريقية شني ترى من ممكن حتى في أفريقيا ما فيش نفسي. ذا 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 اللي مزه في مدينه اسمها ذهب ما فيش في لا في في اسمها ذهب بالمصريه في 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 مصر شنو حرف الياء. يلا عزو عزو حرف الياء اسم ولد بسرعه هاي اسم ولد بحرف الياء. يلا بدينا شنو اسم ولد بحرف الياء. ياسر. اسم بنت ياسمين. حيوان حرف الياء يربوع. شنو هي حيوان اليربوع مش قال هذا اللي ما مش تشوش شبه حيوان اليربوع. هذا جبتها من ياهل وياهل يربوع. اعطيني بسرعه بسرعه بسرعه. ها يرقه. حلوه يرقه. اعطيني نبات بحرف الياء. انتحال شخصيه هذه. يقطين. اعطيني جماد بحرف الياء. جماد تم الوقت تم الوقت تم الوقت. اربع نقاط هذه فضلة بتاعت إبرة. هي جيت في إبرة نفسها هي ما قلت لك هو أعطاك أنت ليه أعطاني الذال. هذا حب لوني مش عارف والله عادة أسحبت ما نشوف شوية من الحروف. نادر ما من نادر هذه نفس الفكرة. خلينا توا نمشوا لخالد كافو. خالد كافو طبعا نعطوه 60 ثانية حلين زي أمس صراحة لأنه مظلوم في قصة 30 و 30 فبنعطوه لأن الديلي عنده مشكلة باش يوصل للسؤال وباش يوصل للموضوع ما قصة. يلا حنختاروا حرف خالد كافو. اختاروا حرف. بسم الله بسم الله بسم الله بدون ما نشوف. حرف الحاء. حرف الحاء يا حي يا حي. يلا اسم ولد بحرف الحاء. حبيب. اسم بنت بحرف الحاء.
حبيب حبيبه اسم حيوان بحرف الحاء طبعا زوز خوت بسرعه بسرعه حيوان بحرف الحاء الحيوان نفسه هو هي بسرعة حربة حربة اعطينا اسم نبات بحرف الحاء حربة حبق حبق اعطينا جماد بحرف الحاء حيط اعطيني بلد بحرف الحاء مدينة ليبية بحرف الحاء حرواتيا يلا تموا الستين ثانية خالد كافو هو المتفوق في هاللعبة تمت نفوين ولا هو المتفوق هيك احنا لعبنا لعبتين اللعبة الأولى تم البرنامج هذه مش تمت حتى ستين ثانية اسمع لا ما والله غالب عاد الديلي تشوف فيه انت حتى الضحكة انا اسمعوها اربع مرات عادي لا عادي ايه عادي فتوى في تعادل متسامح في تعادل ما بين القلب التمساح والغواصة الزرقاء كل واحد ربح في لعبة نمشوا للعبة اللي لعبناها امس واللي هي مثلها مش هنلعبوا اللعبة الثالثة نمشوا فاصل قبل يلا نمشوا فاصل قبل وبعتاني نرجعوا مشاهدين الكرام باش نحسموا المسابقة بتاع الفرق فاصل قصير وراجعين ما تمشوش بعيد أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وما زلنا مستمرين معاكم في المسابقات وحنعلنوا بالتأكيد عن الجوائز اليوم كانوا معنا 5 فائزين في فقرة بنك المعلومات وحيكونوا معنا الآن بالتأكيد فائز في هالفقرة فقرة الفرق اللي هي الغواصة الزرقاء وقلب التمساح وحزب البكلاوة اللي هو زي ما حكينا أن فيه اللي يدير اللايك هو يشجع فريق الغواصة الزرقاء واللي حيدير القلب اللي هو يشجع فيه فريق قلب التمساح واللي حيدير الابتسامة هو يشجع في فريق حزب البكلاوة لفؤاد لجريتلي اللي سميناه اليوم نادر نمشوا لفقرة مثلها لعبناها أمس يلا نبدأ فؤاد اختار أي حاجة خلنا نمشوا لفقرة مثلها في ستينج مفروض يطلع يلا زي ما قلنا مشاهدينا توا فقرة مثلها نبدأ بفؤاد لجريتلي كل ضيف يحاول أنه يشرح شيء بالحركات وعلى البقية معرفة الإجابة يلا فؤاد اختار أي حاجة ومثلها مية مية فيل فيل نقطة لي هو فيل غريب شوية لكن فيل فيل نادر حسا فيل نادر شوية فيل نادر ولا لا رسمي فيل نادر يلا نمشوا لي عزو اوكي معايا تشوفوا فيها كويس شوف فيك مليحة بسرعة مية مية هو للأسف احنا توا بلغوني زملائنا خالد كافو ما يسمعش فينا فتوا حي تسمع فينا نربح عليه معنا
تسمع فينا استاذ خالد؟ باش نقول انا ولا نخلي ايوه نسمع فيك انا. تمام خلي اختار لنا حاجه ثانيه بالله عليك يا عز ومثلها يلا. اساس هذه عرفها تو ماشي. ما تجيش عاد ما تجيش بتعرفني انا راجل غش ما نحبهاش. تمام هي عجبتني النقطة هذه عجبتني غير لحظة خلينا نقدروا النقطة اللي قالها لوني ده عشان قال ما سمعتش لا 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 قال انه هو ما حبش الغش عاود لي يغرى عشان انا نحب النكت بتاعت محمد بالله عليك مثلها يا عزة يلا هي حشرة تمام كيف بتمثل حشرة ترى وريني بلا ايه حشرة قاعدة ايه يعني كلها بتشوفوش فيها الحشرة خالد قال لك حشرة دي غريبة. انا اسمعش فيك نهائيا يلا عموما انا عرفتها يا رجل والله انا اللي عرفتها اللي ما لياش علاقة واضحة قاعدة والله ما لياش علاقة باللعبة، أنا المفروض حتى أنا بخش فيها المسابقة بصراحة ونديروا واحد يبكي، أنا الرياكشن بتاعي واحد يبكي عرفت. أستاذ خالد تسمع فيه توا. فراشة فراشة هي على أساس حشرة فراشة يعني. أستاذ خالد تسمع فيها؟ الفراشة شنو؟ شوية بس لا سمحت لا. ما ينقالش عليها حشرة الفراشة، تو شو مثلا لما تسبح واحدة ما كاتبة الفراشة الكتكوتة ولا سوسو الفراشة. لا حشرة الحشرات بعقلك أنك تدوي على قلب ناس أنت يا رجل. تدوي على قلب ناس في الفيسبوك انت يا رجل احترم الجمهور شويه بالله عليك لو سمحت الفراشه اللطيفه ومش عارف من انا ما يقربش لقيت كوين طبعا في ايت كوين وعدل ايه هذا كوين قول كائن قول كائن جميل يا عز وكائن جميل فراشه يعني قول كائن جميل مش ضروري حشره واحد قصه حزينه تسمع فينا يا يا خالد تسمع فينا استاذ خالد تسمع فينا يلا عموما خلينا يلا اخر مره يا عزو نعطيها النقطه لفؤاد وخلاص انا من توه طيب خلاص عادي خذ اسمع نقول حاجه خذ هالنقطه متاعي احسبها على فريق عزو خلي يربح اليوم ويفكنا يلا يا سيدي هي قلب لا 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 لو سمحت لا لو سمحت وديده وديده خذها خلاص خذ لا ما هو هي النقطه يبي ياخذها خالد كافو يبي ياخذها يبي في الاخير مش رابح يبي ياخذها خالد كافو يبي ياخذها فؤاد ف البنا يلا والله تعرف صار تصويت حتى في الجاليري عندنا بيربحوك يا عزو اليوم صراحه اي خلاص عزو انت رابح خلاص يا سيدي قلب اسمع انا راني وجعني صاحبك وجعني صاحبك باعك امس وباعك اول امس قلب التمساح ترجعوا العلاقات فريق قلب التمساح هو اللي ربحها معانا تصدق اني مبروك عزو بجداره عزو مش واحد نور عزو بجداره صراحه نور تحيه لجميع من لجميع من يصوت قاعد ويدير في القلب الاحمر ونشوف فيك امراه على اللايف ونوري كلك خاصه اللي يديروا في الايمج بتاع التمساح مع القلب في ناس كثيره اوفر ولا مجنون خلينا توا باش نديروا السحب لفريق قلب التمساح توين عدى هو اي بسم الله وحلاوتها ما يطلعش صاحبك اللي ربح برضه يقدر هربت هو قفز من السفينة وجاني قفز من الغواصة وجاني خلينا نمشوا على صفحة القناة ونمشوا ايوه هكي تو تلقاه عارف شنو انت القلوب تو ببلاش تلقى القلوب ببلاش لا اليوم مقيومة هو قلت لك اصلا من اول اتصالين جاوا قالوا له من الضيوف عرفتها الجائزه هي المهمه شنو صار في الغواصه الزرقاء انا شنو صار في الغواصه جماعه الغواصه منور غلودها خلاص اليوم 100% اليوم خلاص عارف ما يفتحش نت شكله افتح تمام هاي انا خوفي والله يكسبها واحد يكون قافز مثلا من البكلاوة ولا حاجه وجاني انا حنزعل أيوة. حياخذ 200 من الناس خنجو هكي
مش عارف التماسيح اللي قدم عدلوا عليه الكاميرا تالت يوم واليوم انت مسرح على لحق نمشوا لللايكات. انا اليوم عدى نظام الصم او القلوب ما شاء الله اليوم 1500 قلب معلومه تو السفينه اسمع هي قلت لك من اول اتصالين قال لك من معك ضيوف عرفت ان هي جايز هي هي النجم هذا طبعا 1500 فانا بنحاول نمشي 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 لان ايوه كانك لقيت واحد اسمه جمال العريبي ما تختارش لي انا امس عدى الغوصه زرقاء يلا بسم الله بسم الله بسم الله هيك بخشوا شنو ترى طلعت صفحه مني رواسي رواسي هي اللي ربحت معانا اشتراك من شركة النت لمدة 3 شهور رواسي ألف مبروك يا رواسي اشتراك من شركة النت لمدة 3 شهور اشتراك مش عادي بالتأكيد ومشاكل النت تقولها باي باي مع شركة النت هيجي هيجي رواسي نت ديري شير وتاق وجه يلا لا وامس تشكي انت عزو تشكي قال لك ما فيش شنبات رابحين واحد اليوم ربح فريق وتمسيح ما تفهمش ما تفهمش والله العظيم انا كنت نتمنى واحد نعرفه مش حتى اللي مش الدله مش الدله بيها 30 الف الف مبروك لرواسي طبعا ما زال عندنا رابحين اليوم مشاهدينا نمشوا لسؤال اللمة واللي يقول كمل المثل القائل دير الخير وانساه بعدين نقط دير الخير وانساه بعدين نقط الإجابة مش عارف نقولها توا ولا نقولها بعدين يا محمد احنا حنعرض اللمة اعتقد صح يا محمد الإجابة هي دير الشر وتفكره دير الخير وانساه دير الشر وتفكره نمشوا نتابعوا حلقة اليوم من اللمة ولا يا محمد انت متهيألي سميت السؤال والإجابة اي خلاص اصلا الناس جاوبت وحتى الاسماء جبناها مش عارف حنشوف السلسلة ولا لا اليوم يا محمد سحب قبل يلا نشوفوا الفنجان السحري هذا الفنجان السحري يلا هذا الفنجان السحري والله تعرف غدوة انا غير مشكلتي ننسى تو نجيب لك طنجرة انا باش يمشي الوضع يا عز لا خليه انا حبيت الفنجان اه اوكي بسم الله بسم الله كبر الصينية كبر الصينية باي حاضر حاضر اوكي نجبد واحدة من داخل ورقة واحدة تمام يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم والله الا اسمك هذا كل قاعد في اربعه يا بال ورق زي اربعه اسمك مبروك. جميل والله اسمك جميل اسمك جميل محمد محمد المبروك محمد المبروك مبروك يا محمد المبروك مبروك يا محمد المبروك الف مبروك يا محمد المبروك ربحت معانا ربحت معانا مكيف من متجر دكان ربحت معانا مكيف من متجر دكان ألف مبروك يا محمد متجر دكان هذا ما تنسوش اللي يبدي خضرة اللي يبدي أي شيء في ظل الظرف اللي احنا موجودين فيه الآن والحجر الصحي والعذر التجول فيقدر يطلب ينزل أبليكيشن متجر دكان ويجيب لحاجته لعند الحوش نمشوا تونا نمشوا لفقرة جديدة مشاهدينا الكرام واللي هي فقرة رمضان كبار مشاهدينا كل شيء من ريحة الماضي الجميل عند نكهة خاصة في قلوبنا وأكيد كلنا عندنا ذكريات خاصة مع الشاشة الليبية في شهر رمضان الفضيل وتقريبا كلنا ما زلنا نتفكر أعمال عرضت من سنوات وحافظين أغلب حلقاتها وتترات منوعاتها ومسلسلاتها وفي كل حلقة من الأدوي ليبي بعون الله حنرجع بكم لسنوات فاتت وعدت نتفكروا فيها بعض الفقرات في أو البرامج أو المنوعات في فقرة رمضان زمان خلونا نشوفوا الفيديو هذا مشاهدينا الكرام شوفوا ضيوفنا بيعرفوا المشاهد أو لا يلا يعني.
حنان وحنها لا عز الناس محلها يمضي حنان وحنها شنو من طالع انت؟ شنو من طالع يا ولدي؟ لا اله الا الله. صلاه هذه اول علي السلاح هذا. تغرجيني. شنو رجيني مثل تلهم في ودي؟ انا لو كان راحت ودنك شو تدير بها؟ ليه؟ هذا مرض ما عليك وخلص. ما بيع هذه زينه. ها؟ زينه. هي صلي على رسول الله. تقعد تقعد. زي ما شفنا هذه بعض اللقطات لمنوعة حنان وحنة، وهي طبعا جبناها احنا من مكتبة عبد الرزاق بن عسان الفنان الكبير رحمة الله عليه. خليني نبي عزه في رمضان، يعني اكيد عندك ذكريات زمان، في حاجات انت تتفرج عليها وعندك كليها رونق معين، يعني عرفت تعيش معها في الاجواء. قول ان انا شفتك تلقح اولامس داير فيديو على مسألة رمضان والدنيوية والواحد. يلا اعطينا اللي هناك، اعطينا الزبده الحقانيه. هو قبل ما نحكي على الموضوع هذا بس بنقول ان مسلسل حنان وحنا من يومين تقريبا حكيت فيه مع استاذ خالد، يعني وكنت شاهدت مشهد انا وشباب لاستاذ خالد كافو يعني في المسلسل، وطبعا ما حضرتهاش وانا صغير يعني، بس حضرتها بعدين. بالنسبه للمسلسلات والبرامج التلفزيونيه طبعا كان معروف الحاجات اللي زي ما تقول شنو البسباسي، حكايات البسباسي. طبعا احنا كبرنا في فتره قالوها باجزائها كلها، والمسرح الشعبي طبعا احنا غادي مثلا في مغازي كان حي، وكان هذه زي ما تقول حاجه معروفه انك تمشي تحضر مسرحيه في المسرح الشعبي، هذه حاجه ضروري ان هي تندار. غير طبعا شنو الاجواء الاخرى اللي لنا زي ما تقول اجواء سوق الحوت، يعني مع العلم ما نحبش، انا تصدق ما نحبش نمشي سوق الحوت، لكن في ناس يموتوا يمشي سوق الحوت باش يشروا هريسه ويشروا مصير، وعندهم هيك يعني اتفاق ان في جو سمح غادي. انا مشيت مره واحده في حياتي وبعدين ما عادش مشيت، لكن طبعا الاجواء الليليه وكذا ولمه الشباب في القهوه. لكن طبعا في حاجات اخرى كنا نضايقوا منها، ان ونحن نتمرن مثلا في الصاله بتاع الحديد نبدو 10 في رمضان، اول يوم نقعدوا 80، الناس كلها تبي تتمرن كلها تبي تنقص في اسبوع، فهمت كيف؟ فيضايقونا وخلاص وبعدين يسيبوا بعد رمضان، عارف كيف؟ وين الباي والتراي يا عزو؟ حسستني بانك مقطع حجمات حتى انت. لا وانا نمشي والله نقضي في وقت ولا من الجماعه حتى انت نفسه ماذا تدعو عليهم؟ لا انا نمشي نهدرز اكثر ما نلعب. صراحه هو بصراحه كل مدينه في ليبيا عندها اجواء خاصه في رمضان. فؤاد. نعم. نعمتك دائما يا سيدي، اعطينا ها شنو الحاجات اللي تتفكرها هيك برمضان؟ انا الحاجات اللي عالقه لي هو نفس اغلبيه الناس، يعني قالوها واضحه، اللمه والشاي واللوز، شنو اسمه فرق الطوس، واغنيه صامدون اللي ديما يحطوا فيها بعد في الجو ذاك. وبسباسي خالد كافو، اعطينا ذكرياتك مع حنان وحنا. والله زمن جميل بصراحة، كان مع الفنان المرحوم والفنان العظيم محمد الكور، والفنان حتى هو العظيم والمرحوم عبد الرزاق بن نعسان رحمة الله عليه، إن شاء الله ربي يرحمه. فكان كانت الأجواء جميلة جدا، وأنا طبعا هذه كانت في 84 على ما أظن القصة هذه، كان أنا ممكن هذاك الوقت عمري ممكن 22 سنة في الفترة ديك في الوهلة هذه. فمن 84
بعتالي جينا في 86 معظم يعني معظم شهر رمضان كنت بنقضيه في التصوير، يعني في تصوير بعض من الأعمال، حتى ولو كنت ما كنتش منشارك فيها لكن كنت نساير في بعض الزملاء يصوروا. فكنت من بداية شبابي كنت مغرم بحكاية الفن وحكاية التصوير وحكاية، يعني أنا ما أتذكرش إن مرة مثلا مر علي رمضان إن أنا مثلا مشيت لمقاهي، ولا ممكن في فترة النهار، لكن زمان كنا نصور وفي نفس اليوم كانت الحلقة تعرض، يعني فكنا نصور في النهار وفي الليل، يعني كنا في الاستوديو ولا في غرفة القاعات التسجيل كنا نطلع نخش الدنيا ليل ونطلع الدنيا صبح، يعني ما لحقناش على أجواء اللي يحكوا عليها الشباب، يعني نطلع في الليل نقعدوا في المقاهي وجلسات السمر وكذا، ده كله ما لحقناش عليه بحكم يعني التصوير والشغل. ففي جو وفي لدة وفي يعني في أجواء وفي طقس لإخوتنا الفنانين اللي كانوا يصوروا معانا. بالله يا أستاذ خالد، هنا في سؤال يعني أكيد يدور في أذهان هالبناس، يعني لاش يعني الفترة السنوات اللي فاتوا ممكن لعند الآن كل الأعمال الرمضانية تتصور قبل رمضان ممكن ب15 يوم، وفي حتى حلقات تتصور في وسط رمضان، وين الإشكال؟ ليش مش قبل شهر رمضان بفترة طويلة؟ حلو والله، سؤال جميل جدا يعني سؤال جاء يعني على ال... فطبعا شو بنقول لك احنا بالنسبه لنا احنا نتبعوا وزاره الثقافه، يعني الفنانين معظمهم يتبعوا وزاره الثقافه، فالاعمال تقدم عن طريق الوزاره. فانا واحد من الناس مثلا وقعت عقدي قريب نخش في السنتين ونخلص الضرائب، بفوز في زملاء زيني نفس القصه، فيعني مفروض احنا العقود اللي وقعناها من السنه اللي فاتت يعني قدمنا اعمالها، ولكن هو قاعد على توا، يعني طبعا ما فيش من هنا الدعم الحقاني والدعم الاصلي للفنانين كلهم، هي وزاره الثقافه ولا الهيئه العامه للخيال والمسرح. فطبعا ما فيش، انا سمعت في طبعا بعض البلدان العربيه وممكن حتى تونس، يعني الفنانين السنه هذه اللي ما اشتغلوش يعني بسبب يعني حتى الكورونا هذه، فكانوا يعوضوا فيهم، يعني الدوله تعوض فيهم لان كانوا متعودين ان هم يشتغلوا وما عندهمش اي مصدر رزق وكذا، فكانت الوزاره بتساعدهم. وكانت احنا الله غالب اللي يعني ما تشوف فينا يعني توا معظم الفنانين هل هم راقدين في حياشهم هكي يعني ولا متعامزين من اجل، كلهم يبوا يشتغلوا، كلهم مقدمين عقود للوزاره وكلهم يراجعوا في نصيبهم باش ينفذوا اعمالهم وكذا، ولكن للاسف هذه هي اللي يعني ما تلومش الفنان دار اللي عليه، ولكن انت تلوم طبعا الوزاره وتلوم يعني شنو يقولوا فيها المنتج يعني تمويل الوزاره، المنظومه كامله تبي تغيير، يعني تعرف اعطي للبرمه تعطيك يعني تمام تمام. عموما تو خلونا نستقبله، وبالعكس تو احنا وكاننا مش يعني احنا تفضل خالد تفضل، يعني احنا الوحيدين ممكن الليبيين اللي احنا معقوله يعني الليبيين وكأن يعني الاعلام مقتصر على الاخبار وعلى الكذا، ولكن النواحي الثانيه كل هذه كلها يعني مهمله الحق، يعني نشوف احنا في رصيدنا في السنه كم قناه بت، ولكن الاعمال كلها طبعا الاعمال كلها اعمال بسيطه ومتواضعه الا بعض الاعمال يعني مصروف عليها وكذا، زي ما قلت لك اعطي البرمه تعطيك. طيب خلونا نستقبله اتصال بخصوص المثل الشعبي اللي هو جاي في سلسلة اللمة اليوم، واللي يقول أكمل المثل الشعبي القائل دير الخير وانساه نقط. نرحبوا بالمتصلة والمتصلة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بيك، من معاي؟ ملاك الغرياني. أهلا وسهلا بيك يا ملاك، سمعت السؤال ولا نعود لك السؤال؟ السؤال يقول المثل الشعبي، اكمل المثل الشعبي دير الخير وانساه نقط، دير الخير وانساه نقط، دير الشر وتفكره. إجابة صحيحة يا ملاك، دير الشر وتفكره. ربحتي معانا فريز وغسالة من هومر، فريز وغسالة من هومر، ألف مبروك يا ملاك، وشكرا لك.
شكرا لك على المشاركة معنا. مشاهدينا الكرام نمشوا فاصل قصير وراجعين وما زال عندنا فايزين. أهلا بكم من جديد في إدوي ليبي في رمضان، في موعدكم مع الربح، موعدكم مع الجوائز على شاشة الخير، شاشة سلام الأقوى في رمضان. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم وما زلنا متواصلين معاكم بالترفيه والمسابقات والجوائز، ونذكركم أنه حيتم الإعلان عن مسابقة الزعيمان نهاية الحلقة أي بعد دقائق. ما يخفاش عليكم مشاهدينا أن شهر رمضان هو شهر الأعمال الدرامية بامتياز. تكلمنا قبل شوية مع الأستاذ خالد عن الذكريات زمان، كل واحد منا خلال هالشهر الفضيل عنده مسلسلات أو أعمال درامية يتبع فيها. خليني نبدأ بيك فؤاد. فؤاد، شن الأعمال الرمضانية اللي تفرجت عليها؟ لتو ما لحقتش على ولا حاجه، لان كنا بنتفرج في حاجات دار ودوشه شويه، حاجات ليبيه، لكن ما نقدرش نتفرج على حلقه واحده ونستنى لثاني يوم الحلقه الثانيه، فهمت؟ فبنستناهم يتم كلهم. نظام جوائز ادوي ليبي يعني، نجمعهم مع بعضهم ونقدمهم. ما عرفت الفكره وين، مرات جو تتحمس عاده لو حد بيدير تويست ولا حاجه تخليك تتحمس للحلقه اللي بعدها، نبدا نلوت زي الزربوط، فضروري نتفرج عليها كلها. على فكره نفس الموضوع الثاني. نمشي لخالد كافو، شنو الاعمال الدرامية مش عارف إذا كانت تبعت في رمضان السنة في 2020 وحبيتها يعني، أو منوعات أو كذا؟ عندنا مشكلة للأسف الشديد في الصوت مع الأستاذ خالد كافو. عموما عزوني مش حنسألك على رأيك، خلينا نشوف هالفيديو ونرجع. أهلا وسهلا بكم في فقرتنا اللي حنحكوا فيها على المسلسلات الليبية والعربية. اليوم حنبدأ بالمسلسلات الليبية. سنة 2020 عندنا مسلسلات واجد، وأنا مش فاهم ليش يعني نحن ما عندناش مسلسلات إلا في رمضان، ما جوش نختاره إلا في رمضان. والمشكلة هذه مش عندنا بس، عند العرب كلهم، لكن نحن حنتماشى مع الوضع وحنشوف المسلسلات هذين هل فيهن فكرة وقيمة ونحن تطورنا، ولا بس الكاميرات هنا اللي تطورن ونحن ما زلنا نفس التمثيل. أول مسلسل حنحكوا عليه اليوم هو مسلسل صاير صاير لرندا عبد اللطيف وأصيل بحير، ومعه مجموعة من الفنانين والممثلين. السنة اللي فاتت أصيل بحير دار نفس المسلسل هذا بنفس الفكرة، إن هم قاعدين في حوش، لكن طبعا كان الكواليتي أضعف شوية، وكانوا تقولوا مصورين بتليفون أرضي ما تفهمش، وكانت معه ممثلة أخرى ما جابوهاش معهم السنة هذه، لكن جابوا منها حاجتين، التفنيصة والأعصاب والتوت البيجامات، يعني عارفة كيف بعطون الممثلة واحدة أخرى فهي قاعدة تدير في نفس الدور، ومسكينة يعني مش عارف هل هي ممكن تعرف تمثل، لكن هم غصبوها على الدور هذا ما تفهمش. ايش ندخلي فيها الكورونا اللي كلكم كلمتوني عليها، كلكم بعثتوا لي مسجات، ايش اللي قالوا لكم تقول لي ولا جانا جايبها ولا شنو؟ طول ما دخلي بها انا يا اخوي، ما اشتبعتوا لي لكورونا انا اسميس بالله عليك برا يا اخوي، ما عمرك جبت لي خبر باهي انت يا رجل. اللي فاتت الناس صقبوا كلم لاصيل بحير وقعد ترند في الفيسبوك عليه، وداروا له ميم زكي وحركات وجو سمع، وكلم كان يقولوا انه هو يعني ما عاد طلع منه المود هذا، المود العصبي اللي رقيله وكذا. هو بصراحه يعني يضحك، واكيد يضحك في ناس واجد، لكن هل انه يضحك بعد 3 سنين من نفس الشخصيه؟ مش عارف. مع العلم اني زي ما قلت انا في سنه 2018 ان اصيل بحير يعني في سنه 2018 تو نحن قاعدين 2020، يعني في فرق ممكن سنتين، فوقتها قلت انه هو شخص كوميدي ممكن ودمه خفيف، لكن كممثل مازال ضعيف، لكن مقارنه يعني بممثلين اكثر منه واعرض منه مثلا في الموهبه هو كان ناجح اكثر منه. بينما في ممثلين يعني يمثلوا في الجزائر في تونس وخذوا جوائز وقدم في التمثيل وعندهم يعني مسرحيات ومسلسلات وكذا، السنه هذه انحرموا انهم يمثلوا. ليش؟ لان اختياراتهم كانت خاطئه، لكن اصيل اعتقد انه هو يختار وعنده جمهور معين يحبه في الموضوع هذا فيمكمل فيه. خش. نعم ان شاء الله خير. مش فين نضبحه؟ ما سمعتكش. الواحد يعاني ويدير ويصلح من بكري كاي، خيرك ندير في الشيء هيك، تعالي تعالي. الواحد يبي طاسه ميه في جنبه، يبي واحد، يبي موضوع، يبي ياكل قهوه. قهوه
هي تقريبا هي فكرة المسلسل، يعني إنه هو مرة يتعارك مع أمه، مرة يتعارك مع أخته، وأخته تقلب في وجهك وتلبس في التوت. الحلقة دي بتوتا، متوقع الحلقة الجاية بتوتا واحدة. لكن أنا متفائل لما شفت برومو فيه دراما، يعني فيه دراما وفيه زعل وفيه عياط وفيه جوسمة، فأنا متوقع إن السنة هذه أكيد بيكون اتطور من روحه وأكيد حيكون أحسن. فنحن حنستنى نشوف. أول حلقة دي ما معليش تركيز يعني. خلاص تقول طريق الشط وده الحجر هذا اللي جاي. شو تدير بعد ما تمشي تطفي الموالد ضي جاي تطفيه يا عم. انت بتطفيه غيرك في الديكور غير خرك العبد في الحوش ارجع عندي يا عم غير في الديكور. شوفيني والله انا قريت سمعت الديكور مني قال لك غير الديكور. ما قداش لكم القميزه اللي هي كراع الكراع والمكياج الكامل في الحوش، حتى هي خذوها من الممثله الافعى بتاعت السنه اللي فاتت وسلموها للممثلات. مش عارف انا لو في جزء رابع شن حيديروا. لا ما شاء الله عليك. شو رايك بالله عليك شهر بالله عليك؟ والله ما لك علاقه بالديكور. يبقى سكري فمك شايفه ليه؟ سكري فمك قلك ما عادش تضرب. سكري فمك لو تقول مي تنبطن سكري فمك. نوت والله ضحكت منها دينا. ليش؟ لان هي زي ما تقول كانه واحد من يعني مش صاحبك كذا مكسد معك يقولها لك يعرف كيف. لكن قلت لك اول حلقه اللي احنا زي ما ركزوش عليها، والمشكله ان الفكره والتنفيذ لشريف الشريف. انا بعرف شريف الشريف شن الف يعني شو وين التاليف في الموضوع مش عارف. محل حيبان علينا بعدين. نحن يعني اول حلقه هيك كانت دروها يعني خطفت حنشوف. طبعا وجه تحيه لكل الفنانين اللي موجودين في المسلسل. والله يعزني ملي علاقه. لا هو ثاني مش نقول غير بعض من الاول. احنا اتفقنا انا نبي نحكي نبي نقول رايي انا الخاص. عارف كيف؟ وهذا لا يعبر بالضرورة على رأي القناة يعني. عارف كيف؟ وكل الفنانين خير وبركة، لكن نحن يعني نحكم على المحتوى ما نحكوش على أشخاص بحد ذاتهم. عارف كيف؟ يا سيدي وكلامي كان واضح يعني. عموما بالتوفيق لكل الفنانين الليبيين اللي هم قدموا أعمال في رمضان. لا شوية أستاذ محمد، لا لحظة لو سمحت، يعني هذا بالعكس هذا يعتبر. أنا شفت حاجات بعدين. أنا قلت نبدأ مثلاً بصاير صاير لأصيل بحير. شفت حاجات يعني أنت عارف شنو حتستلز حتستمتع بالمجد قصماً بالله. حاجات مصورين بالتليفون فضل النوكيا الكويش. هو شوف بس أنا بنقول لك حاجة. الموضوع أن بغض النظر توا شوف واحد ما تقول رأيه في 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 أعمال رمضانية ولا أي حاجة يديروها اللي بيه، لكن هي في الأخير لو أنت بتجي تشوف الموضوع هي بالأرقام. فهمت؟ هو مثلا توا عندك أصيل وعندك في ولد جديد طالع صغير مملوك اسمه، متهيألي أكثر زوز يجيبوا في أرقام في في سواء مشاهدات ولا سواء لايكات ولا حاجة. فيوريك إن ما هو في الأخير أنت المشهور يوريك يعني الجمهور جنبي. يعني مثلا نقوله ان لو ان 200 الف يبوا نوع معين من المحتوى، حتلقى الشخص اللي قدم في المحتوى دي كلهم ماشيين له. فهمت قصدي؟ فهي كارقام عندك هو وعندك في ولد صغير قلت لك جديد بادي اسمه مملوك، متهيألي ارقامهم حاليا من اعلى الارقام يعني. عموما زي ما حكينا نتمنى لهم بالتاكيد التوفيق. مش عارف محمد احنا مسابقه الصوره طيب الآن مشاهدينا تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج. نذكركم أن الإجابة على سؤال الزعيمان يكون على البث المباشر للمسلسل وليس بث إدوي ليبي، لأن لاحظنا أن في ناس تحط في إجاباتها على بثنا المباشر. ونفس الشيء بالنسبة لمسابقة اللمة، الإجابة تكون تحت لايف اللمة ونشوفه مع بعض من الفائز في مسابقة مسلسل الزعيمان. السحب موجود وجاهز، لكن خلونا نشوفه. في ناس طبعا أرسلت لنا صور، يا ريت محمد لو موجودة تعرض لنا بعض الصور، وبعدين حيتم يعني تم اختيار صورة إلكترونيا حتفوز معنا اليوم. حتفوز معنا طبعا شاشة 55 بوصة مقدمة من أورانج. صور جاهزات يا محمد؟ يلا خلنا نعرض الصور. أكيد مش الصورة هذه يا محمد، أنا شايف روحي. هذه صورة معجبين بيك يوني، مغطين عليه وجهك يا فؤاد ريتا. الله يحل أقوى تميرات الدنيا. أوه ما شاء الله
شاء الله ما شاء الله انت حاج من الايفون هلا زعلان في واحد زعلان حطينا قدام هذا حلو هذا حلو هذا ربي يحفظه ان شاء الله هذا يبي الشاشه بالسيف هذا ايوه 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 قوية هذه فيها ابداع هذا عندهم شاشه هذا عندهم شاشه ما شاء الله هذا لوني بروح هذا بالحجم الطبيعي محمد لوني ايه باين اضعف واحد فيكم عاده يا راجل حجم الريشه ولا وزن الريشه دعايه دعايه قويه هذه دعايه قويه دعايه هيا شويه مشاهدينا في واحد موقفين امالي بالسيف واقف استعدلت شويه وحجزينا شن هي الصوره اللي فازت معانا ومشكورين جدا جدا لمتابعتكم لادوي ليبي ومشاركتنا اللحظات اللي انتم تعيشوا فيها في الحوش عموما احنا كبرنا الصينيه يا خالد كفو شو رايك ما هو عندنا طقم عرفت عندنا طقم كبير وفي ايه في تو هذا يمشي مع رز ولا حتى فتات يمشي ومعنا الفتات فعندنا مازال تبي اكبر فيه تبي وسط بينه وبين اللي فات موجود فهذه كنت نفطر بها هنا هذه يفطر بها الجريتلي وفي وحده تناسب عزه وفي وحده ولا كيف صار يا فؤاد؟ والله عادي يطولني كلهم ما نقولش لا شنو يا محمد تو بنشوف الصورة اللي فازت ولا يلا خلينا نشوف الصورة اللي ربحت معنا أوه والله توقعتها ألف 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 مبروك ربحها معنا شاشة صاحب الصورة ربحها معنا شاشة 55 بوصة من أورانج مبارك بسم الله ما شاء الله وهذا اللي يقول لك يجيب رزقه الولد ما شاء الله تبارك الرحمن جاي برزقة ربي يحفظه إن شاء الله ويعطيه الوقت الطيب زي ما برزاق برزاق ما شاء الله يا والله كتكوت يا الله كتكوت مش زي اللي عندي يا رجل والله كل مرة مكسري لنا شاشة تو خشين في الأربع خمس شاشات ممكن المفروض أنا ناخذ شاشات البرنامج كله مقسم بالله عموما نذكركم مشاهدينا بأن بكرة اللي حاب يربح معانا يبعث صور زي ما عرضنا الصور اللي الآن يبعثها على الانبوكس متاع صفحة القناة سلام تي في يصور روحه أو ابنه أو أي شخص من عائلته وهو يتبع في إدوي ليبي سواء باللايف متاع البرنامج أو التلفزيون وهو يتفرج على التلفزيون في ناس هلبة دزت صورها يعني بروحهم بدون إدوي ليبي وفي اللي دار برنت سكرين تعجب فيك يعني هسه عارف برنت سكرين مش حد عارف فيهم برنت سكرين او سكرين شوت دار البث المباشر فلا احنا نبو نشارككم وتشاركونا لحظاتكم وانتم تتبعوا في إدوي ليبي وتوا وصلنا لسحب مسلسل الزعيمان تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج نذكركم ان الإجابة على سؤال الزعيمان يكون على البث المباشر للمسلسل وليس بث إدوي ليبي لأن لاحظنا أن فيه ناس تحط في إجاباتها على بث نحن المباشر ونفس الشيء بالنسبة لمسابقة اللمة الإجابة تكون تحت لايف اللمة ونشوفه مع بعض من الفائز في مسابقة مسلسل الزعيمان اللي ينعرض يوميا على قناة سلام خلينا نشوف الجائزة طبعا هي مقدمة شاشة 43 بوصة مقدمة من هومر شاشة 43 بوصة مقدمة من هومر في الحلقة الثالثة من مسلسل الزعيمان سافر سليمان الباروني إلى تونس لتلقي العلم بجامع الزيتونة هل كان ذلك سنة 1887 أم سنة 1997 أم سنة 1952 نشوفوا الإجابة صحيحة الإجابة الصحيحة كانت 1887 إيه زي ما حكينا مشاهدينا الكرام ان فيه تقريبا المئات الالاف اللي جاوبوا اجابات صحيحه فمش حنقدروا نجيبوا الالف كومنت خديناهم طبعا كلهم ودرنا الكترونيا باش قللنا العدد درنا زي ما تقول تصفيات يعني وقعدوا لنا حوالي 100 شخص او اكثر اليوم 150 تقريبا شخص هم اللي حنختاروا بيناتهم بايك الصينية خالد ولا الامور طيبه هيك ها مية مية والله بسم الله مية مية حلو
يا الله يا كريم. هاي الفائز هو محمد نوري الصلابي. الفائز هو محمد نوري الصلابي. مبروك يا محمد، ربحت معانا شاشة 55 بوصة من أورانج، أو عفوا 43 بوصة من هامر. شاشة 43 بوصة من هامر، نقصنا لك فيها 13 بوصة ب 20 بوصة. قاعد أنت شكلك أنت اللي تبيع الشاشة يا واضح. والله يا رجل حالة، أقسم بالله واحد مكسرها بمكسر. جماعة أورانج، جماعة أورانج شايف قالوا متفقين على شاشتين. شاشة 43 بوصة مقدمة من شركة هومر. والله يا عز، بجد بجد يعني قصة الشاشات عندي في الحوش مأساة يا راجل. والله مرة لقيت واحد منهم مكسرها، عرفتها القدومة البلاستيك هذيك، نسمع في التخبيط، هو واحد بقدومة وواحدة بمكنسة وكل واحدة بقصتها. جيت لقيتها بدي يضرب يتفرج على الفار والقطوس، جيت لقيت خلاص واجع الفار فبيضرب القطوس، جيت القطوس لقيتها يقولك مشاهدينا هذول بمسابقات وتمثيل كل شكل عالية، أي حاجة في تركينا تنقول أنا معكم. دش دش إن الشاشة عموما إن شاء الله محمد ما يكسروا لاش الشاشة. وقبل الختام مشاهدينا ما تنسوش تديروا منشن لخمسة من أصدقائكم، وديروا شير للايف إدوي ليبي باش تربحوا معانا نهاية الأسبوع سيارة من كيا، طبعا كيا سيراتو 2019 خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. ونذكركم أن اللي حاب يربح شاشة 55 بوصة من أورانج يبعث لنا صورة تكون خلفيتها إدوي ليبي، سواء كانت في شاشة التلفزيون وهو يتابع في الحلقة أو اللايف على الصفحة. اليوم بعد ثالث حلقة يعني المشاهدين هل بيسألوا كيف الاشتراك وكيف المشاركة، فأعتقد المفترض أن تكون الطريقة واضحة. وحنذكركم احنا كل حلقة بعون الله، مازالنا احنا كم 27-26 حلقة في شهر رمضان المبارك. ان شاء الله نكونوا حيين جميعا، وكل سنة وانتم طيبين وبارك الله فيكم. وشكرا فؤاد، شكرا عزو، شكرا خالد كافو، شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة. دمتم في امان الله ورعايته، نلقوكم بكرة بعون الله في نفس التوقيت. الى اللقاء.